تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وقد جرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بوافر اليمن والخير والبركات